ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. الاهتمام بصحة العظام ده أمر مهم جدا، وده لأن أي ألم في أي جزء من عظم الإنسان بيخلي الواحد كده مش عادر وإنه يشتغل ولا يمارس أي حاجة في حياته بشكل طبيعي، وممكن طبعا حياته تقف لمجرد إنه مش قادر يتحرك. وللأسف عادات كتير غلط بنعملها بتضر بصحة العظام، ومن أشهرها إهمال إن احنا نتناول فيتامينز مقوية للعظام. خلونا النهاردة نتكلم عن ده وده وصحة العظام والفيتامينز اللازمة لعظام قوية، مع ضيفتي المشرفاني منوراني في الاستوديو الدكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. دندون أنت منوراني يا عظيمة، بجد والله أنت اللي حبيبة قلبي وحياة ربنا، وحشتيني جدا حبيبتي، وأنت أكتر والله العظيم. عاملة إيه دندون؟ الحمد لله. أنا عايزة عظمي يبقى كويس. أنت عارفة أن أنا قابلت بنوتة عندها 22 سنة من كتر ما بتشرب حاجات غازية بتقولي أنا عندي هشاشة يا شيف. قلت لها إيه؟ ما بقتش عارفة أقول لها يعني الوضع يبقى عامل إزاي. قلت لها حبيبتي أنت لازم تبعدي عن دقتي، مش بعرف آكل غير بيه. قلت لها طب لازم تبطليه. صح، فدي كارثة. أنا اتصدمت، يعني 22 سنة دي صغنونة خالص لسه، فما بالك إحنا لما بنعدي بقى ال 20 سنة هنعمل إيه؟ ده عايزه اقول لك بنات واولاد في سن صغير بيفطروا بالمياه الغازيه. ده خطر يعني قوي. ده خطر، ودي مسؤوليه كل ام الحقيقه طبعا، ان المياه الغازيه ما تتاخدش كده. ما بحبش احرم الناس قوي. يعني هي المفروض ما تدخل، يعني انا واحده لما تبقى الحاله كده تبقى ما حطيتهاش في بقي كويس. في ناس بيحبوا المياه الغازيه كل فين وفين، خدي واحده كان. صحيح، فاهمه قصدي؟ المياه الغازيه بتضرب الكالسيوم بره العظم. ده لازم كل ام تفهم ولادها ان الكالسيوم المياه الغازيه بتطرد الكالسيوم بره العظم. ومش بس موضوع المياه الغازيه هي المشكله. انت بتشوفي دلوقتي فعلا شباب كتير بيشتكوا ظهري، كتفي، رقبتي. الكتف الرقبه حرام، بيبقوا صغيرين فعلا عنهم يشتكوا كده. الحقيقه مشاكل العظم، وبعدين لازم الناس يبقى عندها وعي. انت بتقولي 20 سنه وعندها مشاكل. احنا كل ما بنكبر كتله العظم بتقل. كل ما بنكبر، انت عارفه ان العظم خلايا بتتجدد، بنوصل لغايه يعني في نص العشرينات او اخر العشرينات خلاص مفيش تجديد للخلايا، بيبقى كتله العظم عماله تقل، فلازم نحافظ على العظمين. طيب ايه المشاكل؟ ندعم. لازم ندعم. ايه المشاكل الثانيه اللي بتؤدي الى مشاكل في العظم؟ المياه الغازيه، السكريات عماله على بطال، قله الحركه تماما، التخن، قله الحركه، الاكثار في التدخين، السجاير واي حاجه تدخين برضو تدخين من اي نوع، من اي نوع من اي نوع برضو بيقلل مشاكل. وعدم عدم الاكل الصحي او الاكلات اللي بتحتوي على كالسيوم سريعه دايما. الكالسيوم يعني ما احنا ده بقى احنا بنعمله خالص. ده احنا اخذنا جبنه بيضه بالطماطم، الزبادي لو بناكله في رمضان. صح، في ناس بتنساه خالص. ده لازم ناخد حاجات فيها كالسيوم كمان. اللبن المكسرات، مش كل الناس طبعا بتشربه، بس لازم طبعا لازم. المكسرات وانواع من الخضروات زي البروكلي فيه كالسيوم. ولازم ادعم الكالسيوم بالمكملات الغذائيه اللي فيها الكالسيوم مش عالي. احنا يوميا محتاجين انتيك، الجسم ما بينتجش كالسيوم. يوميا محتاجين انتيك من الكالسيوم، البالغين العاديين مش الحامل، 1000 ملي جرام. كويس. الحامل 1200. بتزيد طبعا. ولازم ابقى مركزه وعارفه ان فيتامين د عندي مستواه كويس، ما يقلش عن 30. هو المفروض الريفرنس 20، لا انا بقول نبقى في السيف سايد وما نقلش عن 30 في الفيتامين د، عشان فيتامين د هو اللي بيدخل الكالسيوم جوه العظم. طيب من اهم المكملات الغذائيه اللي بتدعم الكالسيوم، وانا بقول عليه ديلي روتين وبتدعم العظم، لانه بيكون لي بيحسن على تكوين خلايا العظام ويبقى ديلي روتين وما خافش من ترسيب الكالسيوم او ان الكالسيوم يعلى، هو اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت. الب مالتي فيت يا عظيمه مكمل غذائي زي ما احنا شايفين على الشاشه، رائع يا عظيمه. ليه بقول رائع؟ لانه بيحتوي على الكالسيوم بنسبه او تركيزه 70 بس. مش مؤذي. ده مهم جدا. طب هل هو فيه كالسيوم بس؟ لا، دلوقتي احنا القرص الاخضر بيوريكي احنا عندي 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن. لو هبدا بالزنك، الزنك مهم قوي لحاجات كتيره، مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، مهم للمناعه، مهم لتدعيم الخصوبه للرجل، مهم للست لشعرها، لاي حاجه بتتجدد، شعر، ضوافر،
مهم للدم، عندي فيتامين ه اقوى مضاد اكسده، جسمنا بيتاكسد، خلايا البشره بتتاكسد، خلايا الجسم بتتاكسد، الاكسده يعني موت بالبطيء، يعني بتلف الخلايا بدري بدري. فيتامين ه او فيتامين اي رائع كضد اكسده، فيتامين سي مهم لكذا حاجه، كل ده جوه قرص واحد من الفا مالتي فيت. فيتامين سي عندي مهم للمناعة، مهم لتعزيز نسبة الحديد عشان أحاول أقي نفسي من الأنيميا، لأن الحديد امتصاصه صعب يا جماعة. مهم لتعزيز الكولاجين، الكولاجين اللي بينقص بعد سن 25 سنة بينقص تدريجيا. الكولاجين من أهم بروتينات جسم الإنسان للحفاظ على البشرة والغضاريف والعظم. طبعا اللي بيميز ألبا مالتي فيت، كل مرة أقول أنه في فيتامين بي كومبلكس جميعا زي ما احنا شايفين على الشاشة، كل مجموعة فيتامين ب من فيتامين ب 3 6 5 فيتامين ب 2 و 12 اللي هو الكوبالامين والفوليك أسيد. الفوليك أسيد مهم جدا لدعم الصحة النفسية، لدعم التمثيل الغذائي، والست الحامل مهم ليها جدا لعدم تشوه الأجنة، وهو اللي بي 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 بينتج لي الخلايا العصبية للجنين. طيب أنا عندي نحاس كمان داخل ألبا مالتي فيت، لسه هسألك عن النحاس. وقول لنا برضه فايدته إيه، في ناس كتير بتسأل بتبقى شايفاها حاجة مش مهمة أو ما يعرفوش دوره إيه المهم. يعني النحاس، النحاس مهم جدا، النحاس أنتي إيجينج، مضاد للشيخوخة من الدرجة الأولى، مضاد للانتي ايج، انتي اوكسيدنت، مضاد للشيخوخه بتاعه البشره. بتلاقي شباب وشعرهم بيبتدي يطلع فيهم ابيض لان عندهم نقص نحاس اللي هو الشيب المبكر. الشيب المبكر نحاس مضاد للشيخوخه، دي حاجه. بلس ان الزنك مش هيشتغل من غير نحاس، زي ما احنا اتفقنا في فيتامينات بتكمل بعض، زي ما انا قلت فيتامين د ومعاه المعدن الكالسيوم، زي ما انا قلت الزنك ومعاه النحاس، الاثنين دول لازم يشغلوا بعض. وعلى الشاشه دلوقتي يا عظيمه مميزات هذا المنتج. المكمل الغذائي البي مالتي فيت، المميزات الاعلى تركيز في الزنك. الزنك يعني مناعه وطاقه وذكوره وبشره. هو فعلا في ضمن الفيتامينز، في ضمن الفيتامينز هو فعلا اعلى نسبه زنك. انا على فكره اصلا عملت سيرفي عملت سيرفي بقى وحركات شارلوك هولمز كده، وقعدت مسكت فني في كل حاجه في الصيدليه ابص واشوف عشان يعني الاقيكي بتتكلمي بقلب كده. طبعا فقلت ايه لازم اتاكد، طب هو الفروق ايه يعني؟ بس لا لقيت فيه فرق، فرق رهيب، فرق في النسبه فعلا. طبعا وبيقوي المناعه. المناعه مهم طول الوقت ان انا اقوي مناعتي، مش بس شتاء يا جماعه، لا محدش يقول لي. انا مبسوطه عارفه ليه، لان معظم الناس بتاخد فيتامين سي مثلا والفيتامين د، ما اعرفش ليه فتره الشتاء بنمله اكتر، يعني عشان نزلات البرد وكده. ممكن فيتامين د مهم جدا 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 في الشتاء، لان الشتاء ما بنتعرضش للشمس. مهم الانتاج بتاع كسبلمنت فيتامين د، فيتامين د مهم لكل حاجه في الحياه. لا انا اقصد كمان فيتامين سي، يعني فيتامين دايما سي. على الرغم ان احنا ممكن ناخده في الصيف، طب ما هو كويس جوه كبسوله وجاي لنا برده فيتامين سي ندعم بيه. طبعا طبعا في ناس ما طبعا. طب الرياضيين بقى بيسالوني في كنترول، حاضر. الرياضيين بقى الفيتامين ده قصته ايه مع الرياضيين؟ بالنسبه للرياضيين انا برشح الف مالتي فيت جدا. ليه؟ لان الرياضيين محتاجين مناعه ومحتاجين طاقه. لو التمثيل الغذائي وسرعه الايض عنده بطيئه هيخش الجيم ربع ساعه وتلاقي مش قادر، ما عنديش طاقه. الرياضيين لازم يستخدموا ألبا مالتي فيت. طبعا بقول للرياضيين والغير رياضيين، ستات ورجاله، ان هم اطمنهم ان ألبا مالتي فيت مسجل من هيئه سلامه الغذاء. تمام. ودي حاجه امنه جدا. طيب ايه الفيتامينات المهمه للرياضيين تحديدا داخل ألبا مالتي فيت؟ انا بقول طاقه ونشاط، يبقى فيتامين ب الكامله، فيتامين بي اللي هو فيتامين ب كومبلكس، كومبلكس مجموعه فيتامين بي بالظبط، ده مهم قوي لتحسين الاعصاب كمان. ده مهم. يعني بتلاقي رياضيين عايزين يقووا اعصابهم. لو اعصابه مش قويه، لو شال وزن حتى خفيف تلاقي ايده تبتدي ترتعش. ففيتامين بي مهم، الزنك مهم ليه جدا جدا. عندك فيتامين سي مهم للمناعه، عشان لو هو في الجيم مسك اي جهاز غير معقم، لو مناعته جيشه مش قوي. هيلبس بقى في فايرال انفكشن او بكتيريال انفكشن. طبعا احنا شايفين صحتك في يوم واحد، في قرص واحد، في قرص واحد يوميا طول اليوم. البا مالتي فيت. قول لنا الجرعه بقى، الجرعه بتاعته ايه؟ وللبالغين وللغير البالغين؟ الجرعه اللي مصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء هو قرص واحد بس يوميا. مش محتاجين نكتر يا جماعه اكتر من قرص في اليوم. ليه؟
لان انت بقرص واحد بتاخدي كل ال 13 فيتامين، انت بتقوي مناعتك، بتقوي طاقتك، بتقوي تركيزك، بتحسني من شعرك. الستات اللي بتعاني من سقوط شعر ما دام ما عندهاش مرض مزمن، وبرجع اقول يؤدي الى سقوط شعر، يبقى عندها نقص من الفيتامينات والمعادن. بتقوي عظمك، بتقوي خلايا الدم. فانا مش محتاجه اكتر من قرص واحد ابتداء من 13 سنه، ما عنديش اي مشكله. كويس. الحلو اللي في قلب مالتي فيت انه متوافر في الصيدليات، ودي امان جدا ان انا اخش الصيدليه اشتري منها دواء، مكمل غذائي، كريمات للبشره، فدي حاجه امنه جدا. ونبقى عارفين ان ما دام موجود في الصيدليه واخد ترخيص، يبقى انا عندي الصيدليات متوفر فيها. عندي اللي مش قادر ينزل الصيدليه برضه. طب صيدليه معينه يعني الصيدليات الكبرى يعني في حاجه معينه؟ اقصد دي حاجه في مكان معين يسالوا فيه. مهمه قوي عشان نسهل البوينت دي، عشان الساده الصيادله اللي بعتوا لي وقالوا لي يا دكتوره دينا نلاقي قلب مالتي فيت فين، عشان عملاء كتير بيسالوا مثلا وموفرناهوش في الصيدليه. احنا موجودين في شركه توزيع من اكبر الشركات التوزيع. احنا معانا صوره على فكره لاحد الصيدليات دلوقتي هننزلها. متوفر الان في المتحده للصيادله. أيوة. الساده الصيادله اللي بيتفرجوا علينا عندنا الكود كمان، منزلين الكود اللي محطوط فيه قلب مالتي فيت. كويس. الساده الصيادله اللي عايزين يوفروه في الصيدليات عندهم وعملاء كتير بيخشوا يسالوا. بالظبط. فانا الرقم ده من خلاله يتصلوا. لا يا حبيبه قلبي، ده الشركه المتحده للصيادله دي. لا. توزيع كبيره جدا، وكل الصيدلات الشركه دي بتوزع كل الادويه يعني ده للصيدليين. يعني كل الصيادله كود الصيادله. كود الصيادله فقط يا جماعه، مش خط ساخن يا جماعه، مش خط ساخن. لا ماشي، ده كود الصيادله، ان الصيدلي يكلم الشركه المتحده الكود بتاع اي ال بي مالتي فيت هو الكود ده. بالظبط. طيب. لكن احنا كاشخاص عاديين او كناس عاديه هنتصل من خلال بقى الارقام اللي هتنزل تاني قدام حضراتكم على الشاشه. بالظبط. كل المحافظات، في كل محافظات مصر. كويس. السعر رائع، السعر حلو جدا. الجمهور طبعا بيتكلم عن طريق الارقام، الصيدله بيكلموا الشركه المتحده، والجمهور عادي بيتكلم عن طريق الرقم بلس. انا شفت دلوقتي لمزيد من المعلومات والاستفسارات دي صفحه الفيسبوك. الفيسبوك. بالظبط. بالظبط. كويس جدا. واكيد السعر موحد، السعر رائع، السعر متناول الجميع، موحد سواء هناخده من الصيدليه او من عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. طيب انا معايا بقى اسئله للمشاهدين بعد اذنك، عايزين نسالها بعد اذنك يا دندون. دلوقتي معايا دنيا السيد. دنيا بتقول هل الشخص بيولد بمناعه قويه ولا ضعيفه، وايه بيسبب ضعف للمناعه؟ اللي بيسبب ضعف للمناعه حاجات كتير. يعني انا بقول ان الام لازم تبقى مركزه جدا في الاكل بتاع الطفل. اللي بيسبب ضعف المناعه زي ما احنا قلنا، المناعه زي ما احنا قلنا قبل كده، حاجات كتيره قوي، كميه السكريات بتاكل ضعف المناعه. يعني لا انا اقصد الاول اي طفل ممكن يتولد وارد ان يبقى مناعته ضعيفه، ممكن بقى ده مرض معين، بيبقى خلل في المناعه، ده فهمت. حاجه تانية خالص. لكن ده وارد، لكن لو وارد. مش انسان طبيعي. بالظبط. فهمت. لكن لو انا مولوده بمناعه كويسه ولما كبرت حصل نقص في المناعه، ده دي حاجه مكتسبه حقيقي مننا احنا. صح. فالحاجات اللي بتؤدي الى نقص المناعه، عدم النوم، يعني النوم المتقطع. خلاص يا دينا ما تكلميش على الموضوع ده عشان بدات اياس. لان كرات الدم البيضاء والانتي بوديز بتاعه الجسم بتنتج بالليل، فلازم انام 8 ساعات على الاقل. دي حاجه. اللي بيؤدي كمان الى نقص المناعه، الافراط الشديد في المضادات الحيويه. المضادات الحيويه عند اللزوم، المسكنات عند اللزوم، وادويه مثبتات المناعه اللي فيها كورتيزون. بستاذن الناس او اي حد بياخد فيها حاجات كورتيزون يسال الدكتور الاول. اوكي. عشان ما يحصلوش خلل في المناعه. ولازم اركز في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي لو عندي اسهال مستمر وسايبه نفسي، او الم في البطن مش عارف سببه، الم في البطن، اسهال مستمر، فوميتنج، قيء، وسايبه نفسي، ما بجريش على دكتور جهاز هضمي، اكيد هيبقى عندي نقص شديد في المناعه. طب دي علامات يعني الواحد لازم يهتم بيها. مش طبعا. مش دلوقتي حبيبتي شويه ينسون وهتبقى كويس. لا ما فيش حاجه اسمها بقى اعشاب ينسون لو عندي مشكله في الجهاز الهضمي. لا غنى عن الأدوية. لا غنى عن الأدوية، ولا غنى على زيارة الطبيب. الاطمئنان حتى يعني الاطمئنان. وبعدين بيبقى فيه انت عندك أدوية بتتاخد للمعدة، أدوية حموضة، دي طبعا تحت استشارة طبيب وجهاز دكتور جهاز هضمي. ما فيش حاجة اسمها أنا حاسة إني تعبانة فهاخد أعشاب أو أخد فيتامين وهتعالج. لازم أعرف السبب. لازم أعرف السبب طبعا. طب دلوقتي هم بيسألوني في كنترول، وعشان هم ناس رياضيين ومخرجنا بيسأل أهو، بيقول
طب استاذ شيري بيقول لنا ايه، المخرج بيقول لنا انا دلوقتي افرضي نسيت اخد الفيتامين ده الصبح اعمل ايه؟ في العادي اخده في اي وقت ولا اخده امتى؟ هو في العادي بيتاخد الصبح او بعد الغداء. ده اللي انا بحبه جدا، لان لو اخدته بالليل قبل ما انام هو في بيحسني النشاط قوي. هو مجري بقى بالليل ولا اعمل ايه؟ يعني لو نسينا ممكن مره ناخده بالليل. احنا عايزين يدينا باور خلال اليوم. انا عايزاه يديني باور، فانا اكيد بقول احسن بعد الفطار او بعد الغداء. هايل. طيب معنا سؤال تاني من علاء جبريل، امتى اعرف ان تساقط الشعر ده عرض من اعراض نقص الفيتامينز، وايه هي اهم الفيتامينز للشعر القوي؟ اهم من اعراض نقص يعني سقوط الشعر، اولا لو اطمن من نسبه الحديد، اكيد لو الحديد واقع في السي بي سي بتاعي او صوره الدم اكيد شعري هيقع. لو عندي التهابات او مشاكل في انزيمات الكلى ممكن برضو يؤدي الى تساقط شعر. فانا ما عنديش امراض مزمنه او حاجه تؤدي الى تساقط شعر، اكيد هيبقى عندي نقص بسبب سوء التغذيه. ايوه سوء التغذيه. الشعر عايز بيوتين، من الفيتامينات المهمه البيوتين الزنك، وفيتامين سي مهم جدا للشعر بطريقه غير مباشره. ازاي؟ لان شعر وبشره. شعر وبشره. طيب فيتامين سي ليه ازاي مهم لعدم تساقط الشعر؟ لان انا لو باكل اكلات فيها حديد وباجي اعمل التست بتاعي بتاع الدم الاقي عندي نقص في الحديد والهيموجلوبين، معنى كده ان انا الحديد اللي باكله بينزل على طول لا يمتص. فعشان كده طول الوقت بقول خدوا فيتامين سي عشان حتى نستفيد، يعني نستفيد من امتصاص الحديد. كويس جدا. ففيتامين سي مهم قوي للشعر، الزنك مهم للشعر، البيوتين مهم للشعر جدا. طيب الحوامل يعني مرحله الحمل ياخدوا عادي امان، ياخدوا الفا مالتي فيت بطريقه امنه وتمام؟ الحوامل ياخدوه طبعا، هو امن جدا. قرص واحد الجرعه. قرص واحد تمام. الجرعه. بس عندي حاجه بسيطه بس عايزه اقولها للسيده الحامل، ممكن بعد الشهر الرابع او الخامس لما الكريم بيبتدي يتكون لازم تزود قوي 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 وقتها الكالسيوم. يعني تدعم بحاجه ازيد. بس دي الحامل بس، عشان الحامل ما ينفعش انا ازود كالسيوم وانا مش حامل. اصحاب الامراض المزمنه بقى عشان نبقى برضو قفلنا كل اصدقائنا. اصحاب الامراض المزمنه ياخدوا الفا مالتي فيت بشكل امن او اي ال بي مالتي فيت؟ اصحاب الامراض المزمنه طبعا بياخدوه بشكل امن جدا. الفا مالتي فيت لا يتعارض مع اي دواء، برشحه جدا لمريض السكر مع الادويه والانسولين. كويس. برشحه جدا لمريض الكوليسترول مع ادويه خفض الكوليسترول. كويس. وبرشحه لمريض القلب لو بياخد ادويه سيوله او لو عنده جلطه في القلب وماشي مع الدكتور، اكيد برشح الفا مالتي فيت جدا. مريض السكر مهم قوي يدعم بفيتامين ب عشان الاعصاب بتاعته طبعا، بيحسن الفا مالتي فيت بشكل بسيط بنسبه السكر في الدم. الكوليسترول، مريض الكوليسترول بيحسن لان هو يحتوي على فيتامين ه او فيتامين اي اللي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره، فبرشحه جدا. فالفا مالتي فيت لا يتعرض اطلاقا مع اصحاب الامراض المزمنه، وبرده بيتاخد قرص واحد فقط يوميا. احنا بنأكد تاني عشان في اصدقاء لينا ممكن يبعثوا يجيبوا حاجه اونلاين فيقول لك ده ما هو ده فيه زي ده. احنا بنقول ان احنا الامان لينا احنا كشعب مصري او كناس بتفكر ان ادخل الصيدليه الاقي الفيتامين ده او المنتج ده موجود جوه الصيدليه. بالزبط. ده بالنسبه لي امان. بالزبط. لان ما فيش صيدليه في مصر اكيد هتاخد المنتج ده من غير ما يكون مترخص. لا يمكن. صح كده؟ لا لا لا، ده من رابع المستحيلات. تمام. من رابع المستحيلات اي صيدليه تغامر باسمها وبسمعتها وتحط حاجه ملهاش ترخيص اكيد. طيب احنا كده فترة قد ايه بقى نقدر نستمر عليه؟ هل محتاج تغيير بقى في الوقت يعني نتوقف فترة ونكمل ولا لا؟ انا لا احبذ ان احنا نوقفه. يوميا الجسم محتاج فيتامينات ومعادن، والجسم لا ينتج هذه الفيتامينات والمعادن. لو وقفت بالشهر والاثنين والثلاثه والاربعه والخمس هيعمل دروب، هيعمل دروب في الطاقه والتركيز. اللي عايز يوقف بليز ما توقفوش اكتر من شهر بليز، ده مهم جدا. يعني يقول لك طب انا لو مثلا وقفته اخرك شهر، وانا لا احبذ. ليه لا احبذ؟ اولا الفا مالتي فيت كل الفيتامينات بتاعته قابله للذوبان في الماء. كويس. ما عنديش فيتامين هيخش يتخزن في الخلايا ويعمل لي سميه في تركيز عالي من الفيتامينات. فهمت. فاصلا الزياده منه بينزل عن طريق البول، واصلا مش هيبقى فيه زياده لان التركيزات بسيطه معتدله. فانا لا هحمل على الكلى شغل اعلى او حاجه انه يقول لك ايه طب انا كده بحمل على الكلى اطلاقا، لان التركيزات مش هتعلى اصلا في الجسم. طيب الناس اللي بتعمل دايت احنا هنشوف بس دلوقتي، نشوف بعد اذنكم هيعرضوا لنا صوره الترخيص. احنا الناس اللي بتعمل دايت هو معانا اهو. طيب. عشان برضو لو ما كانش حد انضم لينا يعني. طبعا حاجه حلوه قوي
إن, 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 إن قناة الأهلي كمان تعرض الترخيص على الشاشة. ده يهمني جدا إن الناس حتى قد إيه في شفافية على المنتج يعني. فألب مالتي فيت ده شهادة التسجيل بتاعنا، ودي يدي أمان لكل السادة المشاهدين، ستات رجالة، ده لا ده أنا هاخده، وهاخده لأمي، وهاخده لبنتي، وهاخده لزوجي. فدي حاجة حلوة. بلس ان انا رجعت تاني للساده الصيادله اللي بيسالوا عن الب مالتي فيت متواجد في اي شركه توزيع، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله، والرقم ده الكود بتاع المنتج وليس الهوت لاين بليز. دي الكود الخاص بالمنتج للصيادله يا للصيادلة. جماعه هم اللي يتصلوا يطلبوه من خلال صيدلياتهم. بالزبط. لكن احنا الارقام اللي هتنزل تاني دلوقتي حالا على الشاشه ده للجمهور لكل طبعاً المحافظات. بالظبط. يعني عايزين يطلبوا اونلاين، عايزين يطلبوا من خلال اقرب صيدليه ليهم. بالزبط. واحد والساده العملاء اللي عايزين نقول لك لا انا عايزه اجيبه برده من الصيدليه، يقدروا الكود الصيدله الصيدليه اللي جنبي، والبليز وفروا لي المنتج. هايل. فدي حاجه برده بتبقى سهله عليهم قوي. انا بشكرك جدا يا دندونه، والله بجد شرفتيني ونورتيني النهارده حقيقي، وشكرا على الموضوعات الجميله، وبشكر حضراتكم طبعا الساده المشاهدين اللي بيشوفونا من خلال فقره طبيه مع دكتور دينا ابو السعود. شكرا لمتابعه حضراتكم، واسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه باي ناتشرال. نورتيني يا دندونه. بنورك بنورك. ويعني الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعه، اتمنى دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. من هنا لحلقه جديده، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.